خلاص كده التليفون الجميل بتاعنا برضو اهو. خلاص كده بسم الله ما شاء الله جميل كده تمام. نعد كام سطر كده؟ سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نيجي هنا برضو كده في ال 12 ده ونحط هنا كده العلامة. خلاص هنا كده برضو هنشتغل قطعة بعرض القطعة اللي معانا دي اللي هي 25 سلسلة، هنشتغل كام سطر؟ 14 سطر بنفس الطريقة بتاعت الجيبة اللي عدى. خلاص اهي نشيل العلامة بتاعتنا. نشتغل ازاي؟ اول حلقة هتقابلنا ندخل فيها كده ونسحب الخيط تمام، ونرتفع ايه سلسلة واحدة اهي، نرتفع سلسلة واحدة وسلسلة تاني تمام. هنشتغل كده برضو في بالإبرة بتاعتنا الضيقة دي الصغيرة. هنشتغل أول سطر في الحلقات اللي معانا دي، الحلقات اللي هي دي اهي. خلاص تمام كده هنشتغل زي ما قلت لكم، بس يعني السطر الجيبة اللي عدى كنا شغالين 15 سطر، لا ده هنشتغل 14 سطر بس بنفس الطريقة زي كده لغاية آخر الدور، نرتفع سلسلة ونكمل 14 سطر تمام. اخلصهم برضو ونرجع تاني مع بعض. رجعنا تاني كده خلاص خلصت ال 14 سطر بتوع اللي اتفقنا عليهم. نفس الخيط بتاعنا تمام كده. خلاص كده خلصنا الجيب بتاعنا برضو تمام. هيبدأ النظام ازاي؟ اهو كده ادي الجيب الكبير ودي الجيب الصغير. خلاص هيكون كده الغطا بتاعه اهو، ومن هنا كده هيكون الجيب اللي هو الخامس. هنا كده هنركب سوستة. طب انا اول حاجة عايز اعملها ايه؟ ان انا عايز اخيط الجيوب بتاعت ايه للبطاقة مثلا او للفيزا حاجة زي كده مثلا. خلاص انا عندي هنا 25 غرزة، هنشتغل 9 غرز 9 غرز، واللي في النص دي هتكون 7. خلاص يعني هنقسمهم كده. خلاص اجيب العلامات بتاعتي برضو ونرجع. رجعنا تاني كده انا عديت من هنا زي ما قلت لكم 9 غرز، حطيت في التسعة علامة، وهنا 7 كده في المنتصف، وهنا من هنا برضو عديت 9 غرز وفي التسعة حط علامة. خلاص كده انا قسمتهم كده، انا همشي كده بالطول كده غرز ليه؟ عشان ايه نقسمها اهي. كده بالتوالي يعني ايه قصاد بعض. خلاص اهي كده انا برضو هشتغل كده. خلصنا اول ناحية، هشتغل الناحية التانية زيها بالظبط كده. خلاص تمام كده خلصت اول جهة اهي، كده هشتغل الجهة التانية زيها بالظبط ونرجع. رجعنا تاني كده اهي كده ظبطتها. دي الجيوب بتاعت الفيزا مثلا بطاقة زي كده. خلاص ده هيكون جيب كده للتليفون كده. انا ايه الجيب التالت ده هنركب له سوسته، بس قبل ما نركب له سوسته عايزين ايه نخيط الجناب بتاعت البورتفيه بتاعنا كده. عايزين نخيط الجناب، هنخيطها ازاي؟ نجيب الخيط بتاعنا كده، نيجي في المبتدا من هنا كده من اول جنب هيقابلنا اهو. هنخيط كده احنا معانا كام؟ 4 ناحيات اهي، ناحية 2 3 4، نخيط الجناب الاربعة مع بعض كده. بس ناخد الجنب الاخير ده
ناخده فين؟ هنا كده من جوه عشان نخيط عليه اهي. تمام كده، كل جنب نخيطه كده. خلاص كده اهو، نلف الجناب كلها خياطة. تمام كده اهو كله كده. اخلص برضو الجنب ده كله واخلص الجنب التاني بنفس الطريقة ونرجع تاني مع بعض. ورجعنا تاني كده، خلاص خيطت الجناب بتاعتنا اهي. خلاص وادي برضو الجنب التاني. تمام كده اهي، تمام كده كده. انا متبقي معانا ايه؟ ان احنا نركب السوستة للجيب اللي هو في الظهر ده. طب هنركبه ازاي؟ هنركب السوستة ازاي؟ السوستة الطول بتاعها 23 سنتي اهي. خلاص تمام كده، عشان تبقى سهلة معانا وبسيطة. الاول هنثبت عليها بايه؟ بالدبابيس بتاعتنا، الدبابيس الطرحة بتاعتنا. هنيجي نجيب القلم بتاعتها دي كده اهي كده، هنا كده. يا رب تكون واضحة معاكم برضو. ونحاول برضو نظبطها ايه؟ بالدبابيس كده في الاول كده، بس نظبطها حلو بحيث يعني ايه تبقى مظبوطة اهي. خلاص كده، وبعد كده بنمشي عليها بالخيط بتاعنا. تمام اهي كده. نيجي بقى نعمل ايه؟ نمشي عليها بالخيط بتاعنا كده، يعني نخيط الطرف الاول اللي هو اللي من تحت ده كده، وبعد كده هنتني الطرف الثاني كده على الجزء بتاع ايه؟ الجيب نفسه اهو. ونحاول برضو ايه نخيط. رجعنا تاني كده، انا خيطت الجنب ده زي ما اتفقنا كده. انا عايزه اخيط الجنب التاني ده اهو كده، خيطه في قلب الجنب التاني كده بتاع البورتفيه بتاعنا. خلاص، بس لازم يكون ايه في الجنب ده نفس الخيط بتاع الشنطه. خلاص نخيط اول جنب اهو كده، دخل الخيط من هنا كده اهي. تمام، ونخيط السوستة بالجنب، السوستة بالجنب بتاع البورتفيه بتاعنا اهو كده. تمام، برضو امشي عليها كلها كده ونرجع اوريكم الشكل النهائي بإذن الله. رجعنا تاني كده، ركبت السوستة بتاعتنا اهي. خلاص كده اهي، شكلها جميل جدا. حط اللي معاك كله طبعا، ربنا يزيدنا ويزيدكم باذن الله. خلاص كده الجيب ده الخارجي، اما الجيوب الداخليه اهي. مثلا معانا فيزا، مثلا عدد الكارت برضو لو عايزين نحتفظ بيه. خلاص كده التليفون الجميل بتاعنا برضو اهو. خلاص كده، بسم الله ما شاء الله، جميل كده وشكله حلو خالص. برضو انا ركبت المغناطيس بتاعنا اهو، اهو شكله جميل جدا اهو. خلاص يا رب يعجبني ويعجبكم كده ان شاء الله، وتنفذوا باذن الله ويبقى سهل وبسيط معاكم. ما تنسوناش كده في لايك واشتراك وتعليق، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله كده يوصلكم كل جديد باذن الله. ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم باذن الله، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.